توقعات برج العقرب ليوم الخميس الموافق 10 أغسطس 10 آب 10/8/2023. بالنسبة ليك هيجيلك النجاح بسهولة في اليوم ده، هتبقى قادر علشان ترضي الأشخاص اللي حواليك من خلال اتصالاتك وخطابك اللي بيعتبر مرن جدا. عندك كتير من التصميم من جانبك، وده هيمكنك من انك ترتقي لآفاق جديدة. بالنسبة ليك مهنيا، مكان الشغل بيبقى فيه مفاجآت وفيرة جدا، هتبقى فيه سعادة عامة هتبقى بتختبرها من خلال انك تقوم بشغلك في الفترة دي. بالنسبة ليك عاطفيا، هيبقى فيه تفاهم جيد جدا مع شريك حياتك، هيبقى ده نهجك بشكل ودود، هيساعدك علشان تعزز العلاقات بشكل احسن. بالنسبة ليك النهاردة مهاليا، الامور المالية هتبقى مربحة جدا، هتستخدم المال ايضا علشان تعمل اغراض انتاجية. بالنسبة ليك صحيا، اليوم بيشوفك بشكل وردي جدا، وهتبقى ممكنة بسبب نهجك الايجابي فيه. بالنسبة لحركة الكواكب، هيقضي القمر يومه في برج الجوزاء، هيثير فضولنا ويلهمنا عشان نتواصل. هيبقى قمر الجوزاء في الحاجات المشغولة والمتحركة، هنبقى عقلانيين منطقيين اكتر ومتواصلين، هنسعى علشان نتصل اتصال حلو، وانشطة هتبقى بتحفزنا وبتلبي حاجاتنا للتنوع في اليوم ده والمعرفة. بقدر تركيزنا على تواصلنا، التواصل هيشجعنا ببرنامج متحسن علشان نتواصل مع حدسنا بوسطة نبتون وجوبيتر. الوقت مناسب عشان نفهم بعضنا بعض ونحس بالرضا بشأن منح الأشخاص اللي حوالينا فايدة. الشك النهاردة مش حلو، ممكن نحس بالقوة في صفاتنا الخيرية أكتر عن أي صفة تانية. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم المتواصل ليا.